فاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم مساء. أزعدنا عبد الباقي الظافر، أنا ألتقيكم مجددا في الميدان الشرقي. الميدان الشرقي برنامج يهتم باستجلاء وجهات النظر المختلفة حول قضايا الساحة وقضايا الساعة أيضا. ساحتنا السياسية الآن مشغولة بقضايا عدة، علاقات متأزمة ومتأرجحة بين الحكومة وحزب الأمة، انتخابات غير مجمع عليها، وحوار وطني متعثر. أزعد أيضا أن أرحب داخل الاستوديو بضيفينا، الأستاذة سارة نقض الله أمين عام حزب الأمة والسياسية المعروفة، والأستاذة الجامعية، وعلى يميني يجلس أيضا الأستاذ محمد الحسن الأمين المحامي والسياسي المعروف، في حلقة ستتناول قضايا الساعة، وسيكون هنالك نقاش مفتوح. دعوني بعد أن أرحب أن أرمي رمية البداية مع الأستاذة سارة نقض الله. أحبابك مرحبين، مرحبا المشاهدين، مرحبا الأستاذ. ويعني أنا استوقفني الاسم بتاع البرنامج، نعم، الميدان الشرقي، اللي هو تبتعني الميدان الشرقي حق جامعة الخرطوم، نعم، وهو يعني لفترات طويلة كان محل نقاشات، نعم، وندوات قيمة كانت. إن شاء الله يا رب العالمين برنامجك يؤدي لنفس الغرض. نأمل ذلك. أستاذ محمد الحسن، مرحبا بك وبالبرنامج. ونحن ذكرياتنا في هذا الميدان يعني منذ سبعينات من أحمد عثمان مكي، ومن بعده في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، و الكثير من الصولات والجولات، نعم، في الجامعة، ومن قبل ذلك ثورة أكتوبر، نعم، من قبل ذلك. من قبل ذلك أستاذة سارة نقض الله، يعني رمية البداية هتكون من نصيبك بإذن الله. موقف الحكومة متأرجح ومتناقض وغير متفق عليه تجاه حزب الأمة وتجاه إمام الأنصار، فرؤيتكم أنتم داخل الحزب موقف يعني يبدأ من الترحيب بعودة الإمام المهدي وفرش الزهور أمامه إلى ملاحقته إلى محاولة حل حزب الأمة، كيف يمكنك أن تقري هذا الموقف؟ والله يا أخي للأسف الشديد إنه الحكمة الحزب الحاكم يتعامل مع الأشياء لا بالمنطق ولا بالعقلانية ولا بالوطنية للآتي. يعني بالنسبة لحزب الأمة ما دار له تعريف، وبالتالي نحن بنتعامل مع قضية البلد على أساس إنه ده الوطن، وزي ما قال حبيب الإمام إحنا معارضين للوطني ما للوطن. بالتالي في القضايا الأساسية حزب الأمة بتكون عنده رؤى، فبنرفعها لجهات الاختصاص في القضايا المختلفة. لماذا التناقض؟ أنا يعني التناقض كيف تفسر ذلك؟ يعني التناقض لأنه الحزب المؤتمر الوطني أصلا ما فيه إطار فكري ولا إطار التنظيمي، هو إطار تنظيمي قابض بتربطهم مصالح، وبالتالي المصالح هي اللي بتحرك الناس. السياسيين الآن ما موجودين دائرة بتاعت اتخاذ القرار، وبالتالي بتلقى هذا التخبط. قبل ثلاثة يوم إنه حيطالبوا الانتربول إنه يقبض الإمام الصادق، نعم. اليوم البعض طوالي وزير العدل قال إنه أصلاً كلام زي ده ما في، هم كوزارة عدل، ده طبعاً ده زول المختص، نعم، لأنه الانتربول لازم تبقى مذكرة قانونية عشان ترفع عشان كده. وزير العدل قال ما عندنا كلام زي ده. اليوم الثالث مساعد رئيس الجمهورية أو مساعد نائب رئيس الجمهورية عفوا، نعم، قال نرحب بعودة الإمام الصادق ويجي للبلد وبدون. يعني دي بتوريك قدر شنو التضارب والتخبط داخل هذا والتخبط داخل هذا. ماذا يقول الأستاذ محمد الحسن عن التضارب والتخبط؟ أود أن أقول نحن منا ينطلق الفكر ومنا ينطلق التنظيم، فنحن أكثر حزب منظم الآن في الساحة السياسية، ويشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. نحن أصحاب فكر إسلامي أصيل قمنا منه وعانينا ما عانينا فيه الكثير، بل بالعكس إن حزب الأمة لم يعني يتمسك بالفكر الذي انطلق منه الإمام المهدي وانطلقت منه الثورة المهدية، وإنما أصبح بأفكار يعني بعضها أفكار وطنية وبعضها أفكار جمعية، وليست لديه، ولو كان كذلك لكنا
في بوتقة واحدة أو في 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 توجه واحد جمعنا ونسير به نحو تحقيق الأهداف التي اجتمعنا عليها. الأمر الثاني ما ذكرت حول التناقض, ليس هنالك تناقض. نحن لا نحاسب بما تقوم به الصحافة, بكل أسف وأنت صحفي عريق أقول إن الصحافة تنقل أشياء ليست في الواقع. مسألة الانتربول هذه مسألة لا علاقة لها من يعني ليست صحيحة البتة, لكن مذكرة هناك مذكرة هناك مذكرة من جهاد الاقتصاد تطالب حتى يعني حتى بحل حزب الأمة. أنا لا أحاسب بأنه من مصادرنا وقرأنا من مصدر. الصحافة تحدثت عن تأجيل الانتخابات يوما ما بعض الصحف, وهذا كله يعني أشياء إحنا ما مسؤولين عنها. التصحيح جاء بالوضع الصحيح وهو صحيح أن وأنا ذكرت وغيره. هناك بلاغ مفتوح ضد الإمام المهدي. نعم هناك إجراءات نتيجة لتوقيع. وهناك مذكرة إلى مجلس الأحزاب. وكذلك الإجراء الذي تم في مجلس الأحزاب. لا الإجراء الذي تم بالنسبة للسيد الصدق المهدي في قضية يعني اتفاقية التي يعني وثقت في أديس يعني دا السودان وغيره. فهذه مسألة يعني الحزب الأمة انتقل من العمل السلمي من العمل السياسي إلى العمل المسلح, وقع اتفاقيات مع جهات تعمل بعمل مسلح. النتيجة الطبيعية أن تتم الإجراءات, لا يمكن أن نتوقع مناوي ولا نتوقع أحد أن يأتي إلى السودان كما سؤال محدد. لماذا التناقض؟ هنالك من يطارد حزب الأمة وهنالك من يفرش الزهور. كلا, حزب الأمة عليه كما ذكر السيد رئيس الجمهورية أن يتبرأ من إجراءات معينة سبق وأن كانت سببا في إجراءات قانونية ضده, وهي توقيعه على اتفاقية نداء السودان على اتفاقية باريس, وهي تخالف النهج المدني النهج السياسي الذي كان ينتج حزب الأمة في السابق. إذن من هذا المنطلق يعني يأتي مجيء السيد الصدق المهدي والتحقيق الذي تم مع السيدة مريم الصدق المهدي في إطار ما تم في 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 لكن باريس. لكن نائب الرئيس حسب هذه مرحلة أنا أتحدث عن مراحل. نعم هذه مرحلة سابقة. الآن نحن في مرحلة آخر موقف. هذا آخر موقف. نعم المرحلة السابقة كانت فيها المطالبة بهذا الإجراء, المطالبة بإجراء ضد الحزب نفسه لأنه غير نهجه, وهذا قانون الأحزاب غير نهجه السلمي إلى نهجه الجديد وانتمائه وتضامنه مع جماعات تحمل السلاح. الآن بعد الظروف الأخيرة ووجود ساحة مفتوحة للحوار وحزب الأمة حزب له أهميته وله وضعه, ومن ثم كان لابد أن تكون هنالك نظرة جديدة. ولذلك أعلن السيد نائب الرئيس أن يعني هذه يعني هذا الموقف الأخير ده الموقف الأخير نعم الترحيب لن تتم مساءلته ونرحب به رغم ما فعل. يعني ليس هذا يعني رغم ما فعل أستاذ السعر أنا أفضل نرحب بكم الحزب الحاكم. لا كده خليك من ترحيبه ده. نعم في ثلاث حاجات أساسية لازم تديني فرقة فيها. نعم. الأولى إنه حزب الأمة حزب وطني, وإحنا من أجل حل سياسي شامل للبلد عانينا معانينا في ظرف 15 سنة الأخيرة. وحزب الأمة بقيادة الإمام الصادق كان حريص جدا على الحل السياسي الشامل وسعى في ذلك وبذل قصارى جهدي. أخواننا في المؤتمر الوطني في أذانهم وقر ولا يسمعون ولا يستجيبون. وبالتالي المسألة بتاعت الحوار دي إحنا دفعنا فيها ثمن غالي جدا, لكن كان لأنه مصلحة البلد بتقتضي ذلك. قاموا جازونا باعتقال الإمام في 17/5 ودي أول الموبقات. وبعد ذاك لما غلبهم القصة بتاعت الاعتقال دي يقوليها مسوق قانوني ودستوري أطلقوا صراحه وسمحوا له بأنه يمرق برا السودان. إعلام باريس المؤتمر الوطني لو كان حزب وطني حقيقي إعلام باريس هو نقطة ارتكاز تاريخية في الحياة السياسية السودانية, فيه مكاسب أساسية للحياة السياسية السودانية وللوضع السياسي والاقتصادي الموجود المتردد الموجود في البلد. إعلام باريس عام تفاوض مع أخواننا في الجبهة الثورية وهم حاملي سلاح للغبن اللي كان مصيب وما زال مصيب من البلد. كونه إنه في حزب سياسي يقدر يوصل أخواننا حملة السلاح لهذا الاتفاق, كان المفروض حكومة السودان والمؤتمر الوطني يقول والله يا الإمام الصادق كتر خيرك وبارك الله فيك وصلت البلد إنها تصل لحل بالتي هي أحسن حللا بالليد ولا حللا بالسنون. لكن قابلوه رئيس الجمهورية قال إنه ده كلام داخل فيه إسرائيل وما لم يقبلوه بإحسان. نعم
الحاجة الثانية نداء السودان. نداء السودان الحكومة كانت بتلاقي في المجموعتين الحركة الشعبية قطاع الشمال وأخواننا حاملي السلاح في دارفور في أديس أبابا. الآلية الأفريقية برئاسة سام بوامبيكي قالت إنه دي فرصة إنه القوى السياسية الأخرى تجي، على أساس إنه هو لأنه ملزم من الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم الأفريقي وأيضا مجلس الأمن. فقام قال إنه أوكي ادعي القوى السياسية الأخرى للحضور لأديس أبابا لعل وعسى يصل لحتة. وقد كان وبذل الإمام الصادق والتيم اللي كان معه مجهود وكل القوى السودانية الحريصة إنها تمرق بالبلد دي لبر الأمان بالتي هي أحسن، ووصلنا لنداء السودان. نداء السودان فيه أربعة أضلاع أساسية. ساعودنا معلش مع الحبيب ده دقيقة لو سمحت. لا لا معلش يا صافي. الحبيب ده تكلم عن أنه حزب الأمة ما بقى حزب الأمة حزب وطني ولم ولن يوم نحن شلنا السلاح هم بيعرفونا سمح بيعرفونا تماما بيعرفونا تماما إنه نحن لو قررنا حمل السلاح اللي بيحصل شنو، لكن نحن بنفتكر نأمل أي نقطة دم ولا حنلقى عليه لأنه بنفتكر أي نقطة دم سودانية غالية جدا من أي جهة من الجهات. أستاذ حسن بكل وضوح، أولا الحديث عن اعتقال سيد الصادق المهدي كان مسببا، هنالك تخطي للخط الأحمر وهو القوات المسلحة فصائل القوات المسلحة المختلفة قوات الدعم السريع. استمعت إليك أرجو أن تستمع. قوات الدعم السريع هي قوات نظامية ضمن القوات الآن تم تقنينها في التعديل الدستوري الأخير، وهي تتبع لجهاز الأمن وأخرى تتبع سواء كانت يعني حتى الجهات الأخرى سواء كان دفاع شعبي أو أي قوات. نحن لا نقبل بأن يتم يعني أي وقفة في وجه هذه القوات أو وصفها بأي صفات يمكن أن تقلل من أثرها وهي تقاتل. دعني هي تحدثت لا بد أن أتحدث عن النقاط الأخرى التي مست الأخت الدكتورة. يعني هنالك أيضا الحديث عن أن هذا أن المؤتمر أنا لم أنقل حزب الأمة حزب وطني حزب معروف وله تاريخه. الناحية الفكرية التي تحدثت عنها ينقصه هذا. أنا هي تحدثت عن المهين الفكري. نحن معروفين ونحن تتحدث عن الخروج إلى بر الأمان. نحن الآن في بر الأمان الذي يظن الذي يظن أننا لسنا الآن في أمان وأن البلاد كأنها يعني صحيح هناك مهددات ولكل دولة مهددات ونحن نتعامل مع هذه المهددات. كذلك الحديث الذي يعني تناولته عن أن أزاننا صمع الكلة. نحن الآن باب الحوار مفتوح دعيت له كل القوى السياسية. الحوار مستمر والحوار الذي يرفض الحوار يعني هذا أنه اتجه اتجاها آخر إلى حملة السلاح، تحالف معهم نسق معهم شيء معلن وشيء مخفي. نحن لدينا وسائل نعم لدينا وسائل التي نعلم بها كل الاتفاقات لدي سؤال لدي سؤال والتي تمت في باريس. لدي سؤال، بعض البعض يرى أن هناك أطراف داخل المؤتمر الوطني لا تفضل تسوية شاملة مع القوى السياسية وتفضل توحيد الحركة الإسلامية باعتبار هدف أسمى وأكثر أكثر أكثر من اللجوء إلى مائدة أوسع تعالج مشاكل البلاد. توحيد أهل القبلة جميعا وليس فقط الحركة الإسلامية هذه واحدة من أهدافنا، وجمع الصف الوطني كله هذه أيضا واحدة من أهدافنا. ولكن نحن أمام التكتلات وقوى تتحدث عن اقتلاع النظام من جذوره، تتحدث عن أن البلاد الآن على شفا هاوية يراد لها فقط أن تنتشر، وانتشار لا يتم إلا بإبعاد الحكومة القائمة وإلا بإبعاد المؤتمر الوطني. نحن لا نرى ذلك، نرى أننا يمكن أن نتفاوض أن نطرح كل المسائل على الطاولة وأن نناقش قضايا الوطن كافة ومن ثم نصل إلى اتفاقات حول قضايا، وبذلك يضعون شروطا إلغاء الانتخابات مش عارف يعني كم يعني نقطة يعني يضعونها، إما أن يحدث هذا وإلا لا نلتقي. ولماذا يعني خرج السيد الصادق طيب المهدي وكان أستاذ محمد إذا استمر حزب الأمة في نهجه والحال الذي تحدث عنه في التواصل مع قوى خارجية هل سيتم حله بالقانون؟ أنا شخصيا لا أميل يعني أنا حزب الأمة حزب موجود سواء كان عملت إجراءات قانونية أو لم تعمل هو حزب موجود. فالآن أنا يعني حتى هذه الإجراءات هي إجراءات قانونية وسياسية تتخذ دائما في ظل هذه الظروف، ولكن أنا يعني أقر بأنه حزب الأمة حزب موجود في الساحة السياسية
ويعني اتجاهنا وحله ليس امرا يعني الا اذا وصل الامر ان يكون جزء من العمليات العسكريه التي تدور والتحالف في 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 هذا الامر. فالقانون يعني يطبق في هذه الحاله وهنالك سياده الحكم القانون بان يطبق، ولكن القانون نحن لا نسعى لذلك ولا نتمناه، نحن لا نسعى لذلك ولا نتمناه ابدا. والسيد الصادق المهدي كان هو الاقرب قبل يعني حديثه الاخير عن القوات الدعم السريع وغيره، حتى ان بعض القوى السياسيه الاخرى كادت ان تقاطعه، ولكن فجاه انقلب وذهب الى الخارج وبدا خطا جديدا تماما مختلفا عن السابق. يعني استاذه ساره نقض الله، الحزب الامه موقفه الاخير فيه بعض القموض بعض الارباك، فجاه اعلنتم عن نيتكم للتحول الى العمل السري، تناقض كبير الساحه السياسيه، من الذي قدم مقترح اللجوء الى العمل السري والعمل من تحت الارض قبل بصراحه؟ لا قبل ما امشي لدي في ثلاثه حتت ضروري جدا اتكلم فيها. اولا فكريا ما اظن في زول بيتكلم عن انه حزب الامه الاطار الفكري حقه الاتزان والاتساق مع القضايا الوطنيه. فكريا متسق تماما مع خطواته اللي بيتخذها في كل مراحله وفي كل خطواته. وقائد حزب الأمة من المفكرين حقت غلط يعني في أنه ربما يكون مجموعة معلش الأفكار بتاعت الإمام يعني ما بتصلح بس للسودان، للعالم الإسلامي وللعالم كله. كان من خلال وجوده في كل المنظمات والمنتديات والمنابر الإقليمية والعالمية. يبقى دي ما حتة حقت مخالطة. طيب حزب الأمة حتى الآن حتى الآن حزب الأمة لم يغير منهجه. نحن مع الحل السياسي الشامل اللي بيؤدي لتحول ديمقراطي كامل. ديل هدفين أساسيات بالنسبة لنا شغالين فيهم من المذكرة اللي اعتقلوا فيها الإمام يوم 10/7 أول الانقلاب ده يوم 10/7 وماشيين في الكلام ده بنعمل تطوير للمسألة دي، لكن الهدفين ديل أساسيات بالنسبة لنا، تحقيقهم شيء أساسي. عشان نحققهم بنشوف مشينا في الدرب بتاع حوار الوزبة وإلى آخره، وعملنا خريطة طريق كاملة قدمت للإخوان في المؤتمر الوطني إنه دي رؤيتنا في إنه الحوار ده الدرب المفروض يمشي فيه الحوار. ما خلانا، هم اللي خلونا، هم رفضوا الكلام. عملوا شنو؟ طيب واحد اعتقلوا الإمام اللي هو قفلوا الحتة بتاعت الحوار. الإمام قال في شروط حضر الوزبة، خطاب الوزبة حضرناه واجتمعنا مع الرئيس يوم 12/2 الحبيب رئيس الحزب وكل رؤساء الأجهزة بتاعت الحزب، وكتبنا وقلنا رؤيتنا كاملة في إنه الحوار ده بيمشي في ثلاثة خطوات أساسية. فيه حتة إنه لازم تتعامل في الأول تهيئة المناخ بمحددات إلغاء القوانين المغيدة للحريات، إطلاق المعتقلين السياسيين، تنقية الحياة السياسية من الضبابية الحاصلة فيها وكده. بل بالعكس إحنا مشينا في مقترحات إنه كيف نعالج القضية الاقتصادية القضية الوطنية بهدوء شديد، وسلم هذا الكلام للإخوة في المؤتمر الوطني. شنو خلى حزب الأمة يغير؟ ينحرف عن مسار، ما انحزنا، ما انحراف، انحراف عن مسار التسوية السلمية إلى مسارات أخرى. إلى الآن ما حدنا عن هذا الطريق. الكلام حق أقرأ السودان، أقرأ إعلان باريس. إعلان باريس بيقول العمل السلمي، العمل السلمي وتوحيد وقف الحرب، توحيد والتغيير. أخواننا في الجبهة الثورية لأول مرة يعترفوا بأنه ضرورة حل قضية السودان عن الطريق السلمي إذا توفرت الشروط. في واحدة من الحاجات إحنا قلنا لأخواننا في المؤتمر الوطني إنه ضروري جدا المؤتمر التحضيري اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو الخطوة في النص، كانت إنه المؤتمر التحضيري ده تدوا الأمان لأخواننا دي ناس حملات السلاح، وفعلوا يجوا جوا الرئيس منح. لكن بعد شنو؟ بعد ما مكة خربت، بعد ما مكة خربت. ما هو المشكلة إنه الكلام ما بنسمع في وقته عشان يخلي الحاجات تمشي في الدربة الصح. طيب الإعلان باريس لو شفته في ما في كلام عن إنه دارين نتحول لقوة عسكرية. نو، إحنا متحو في برضو مع الحل يا إما تبقى
مائدة مستديرة فيها كل القوى السياسية السودانية، كان في معارضة ولا في حكومة ولا مسلحة. أنا سألت عن أنت رفعتوا خيار، نقول خيار اللجوء إلى العمل السلمي. ما حصل انقلاب بالتعديلات الدستورية اللي حصلت يوم 4 يناير ده انقلاب ثاني، وهو زيادة الهيمنة ووضع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية. بالتالي ده وضع محتاج لترتيبات مختلفة. لجوء إلى العمل السري بسبب التعديلات الدستورية التي تحتاج إلى ترتيبات مختلفة. هذا ما قالته الأستاذ السارة. تفسير يعني ما تم في باريس وفقا لحزب الأمة، النصوص تتحدث عن نفسها، اللقاء نفسه يتحدث عن نفسه، لأنه هذا لقاء بين قوة حاملة للسلاح تقاتل الآن موجودة في مواجهة القوات المسلحة، في مواجهة الشعب السوداني، في مواجهة الحكومة القائمة. وهنالك اتفاق، حكومة تفاوض وتمضي إلى هنالك، ولكن هذا قبل كمال عبيد، ولكن هذا حزب أيضا منظومة سياسية. دعني أكمل حديثي. فبهذه الطريقة لو سمحت، فبهذه الطريقة يعني الكلام عن إنه ما تم هو مجرد إجراءات سلمية، والحديث يعني فيه أشياء، فيه ما فيه، لأنه واضح جدا إنك لما ترفض الحل السلمي، ترفض الحوار وتغادر السودان وتذهب وتجلس مع أعداء السودان، مع الذين يحملون السلاح، إن ذلك مسبب بسبب التعديلات الدستورية. إذن دعني ما وصلت أنا موضوع التعديلات الدستورية. إذا هذه المسألة، المسألة الثانية الآن عندما تحدث عن الفكر لا تتحدث عن الوسائل، الحل الوطني والأسلوب والأساليب والوسائل أنا أتحدث عن المضمون الفكري الذي يجتمع الناس حوله كمنظمة أو كحزب أو كتوجه سياسي. المضمون الفكري إذا كان هناك التزام بهذا المضمون لما اختلفنا. أنا ما قاعد أقاطعك، هقاطعك لقدام. طيب أنا لقدام هقاطع. المشروع الحضاري موجود كمشروع موجود. صحيح إن الظروف العالمية والإقليمية قد لا تمكننا من الوصول إلى أهدافنا بالسرعة التي نريد. المشروع مطروح، المشروع الآن يسير وفقا لمقتضيات الظروف التي داخل وخارج السودان والظروف الإقليمية. نحن نحيد يعني قيد أنملة من 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 هذا التوجه ونسعى إليه بكل ما نملك. ميثاقنا الآن موجود داخل المؤتمر الوطني، في هيئة الشورى، في مؤتمرنا العام الذي انعقد، في أجهزتنا التي تنعقد بعيدا عن الأحزاب التي تنقاد وليس لها أي يعني دستورية أو ديمقراطية تجمع يعني أحزاب الأفراد التي يسير الناس من خلف القائد. كان ما تعني حزب الأمة، كان ما تعني حزب الأمة. نعم كان الحزب بتاعت الفكر نوع كده. خليني الحته بتاعت الفكر حقتهم تطبيقه، ما هو وصلنا لوين؟ فساد اجتماعي، فساد اقتصادي، فساد على مستوى القيادات. ما أنزل الله وين ده من المشروع الإسلامي؟ وين من المشروع الحضاري الكلام ده؟ وين القيمة الإسلامية الحقيقية؟ وين؟ زي استشفيت من كلامك، كان ما يقول إن حزب الأمة تراجع عن منظومة أبدا. حزب الأمة منظومة فكرية بالمناسبة. يعني عظم الظهر بتاع حزب الأمة، بتاع حزب الأمة طبعا. ما بنتكلم عن قصة الإسلام، لأنه ليه؟ التحديث والتأصيل إحنا سياده. الفكر حقنا نحن بتاع الإسلام هو إسلام الوسطية الحقيقية، لكن ما لافتات. حزب الأمة ما قاعد يشيل الإسلام لافتة، بيطبقوا حقيقة في كل العهود الجات الإنقلابية وجات بعدها حكومات ديمقراطية عشان يحاكموا الناس، أو جات العسكرية بعد الديمقراطية عشان يحاكموا الناس المفسدين في الأنظمة المختلفة. اللي يقول لي إنه وزول حزب أمة واحد حكم لفساد الإخلاقي ولا هسه يعني أنا لا يحاسب الأفراد، لا يحاسب إلى هذا الحوار أن يمضي إلى تلك المدرسة. أنا أتحدث عن الجانب الفكري، يعني قالت إنه هم الوسطية. أنا شاهد في 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 سنة 1986 ل89 قدمنا قانون نظرته كل القوى السياسية. كان رئيس اللجنة الأخ منوفل رحمه الله، وكانت القوى السياسية موجودة. مشروع إسلامي اتفقنا عليه كأحزاب، واتفقتنا عليه جميعا، وتم إسقاطه بواسطة حزب الأمة صاحب الأغلبية. أصوات بالشريعة، هذه كان الشريعة بتاعت نميري عملوها نفس المنهج. كان عضو معنا في اللجنة، أنا كنت عضو في هذه اللجنة، لجنة التشريع، موجود
النص موجود حتى الان في اعضابين الجمعيه التاسيسيه الوطني. اذا هنالك عرض للاسلام ومعاداه للاسلام من الحسن. اريد ان انتقل لان الاخ المخرج شركتي يطالب بفاصل، لكن قبل ان نذهب الى الفاصل، حزب الأمة يلوح باللجوء إلى العمل السري، هل في ذلك محاولة لابتزاز يعني إن كان سياسي؟ نحن خيارات حزب الأمة فليذهب بخياراته ما شاء. عمل سري، عمل متضامن مع المسلحين، عمل فليذهب. نحن في كل لكل مقام مقال. يعني العمل السري لن يؤثر فينا، ولن يعني نحن ندعوه إلى الحوار، ندعوه إلى العمل السلمي، إلى العمل السياسي، إلى حوار الحكومة. ندعو السيد الصادق المهدي إلى العودة ومواصلة العمل السياسي السلمي وترك ما تم في العمل السري في باريس وما تم في ذات السؤال. طبعا ما صح الكلام ده، ما صح. أنا قلت إنه نحن خياراتنا بعد الانقلاب الثاني، بعد التقويضات الدستورية بتاعت يوم 4 يناير دي، بالنسبة لنا إحنا في حزب عملنا ترتيبات تنظيمية سياسية حيتخذها الحزب، وقلنا خياراتنا مفتوحة. برضو زي ما هو قبيل قال إنه ناس الجرائد بعافيتهم يقولوا زي ما دايرين. نعم. فهم اللي قالوا إنه ناس حزب الأمة حيرجعوا يدخلوا، يعني حزب الأمة. أنت الأمين العام، خياراته لم تحددوا حتى الآن. إحنا خياراتنا مفتوحة، خياراتنا مفتوحة. كل ما تقتضي الضرورة إحنا مخيرين نرتضي أو نتخذ ما نشاء من إجراءات. هم عنده المقدرة. نعم. وأخي محمد الأمين يعلم تماما من هم كوادر حزب الأمة، وما علاقتهم بالإسلام، وما علاقتهم بالإقدام من أجل الوطن. الخيارات المفتوحة عبارة أخيرة نختم بها هذا الفاصل، وسنعود عزيزي المشاهد إلى وسط الميدان الشرقي بعد استراحة قصيرة. أستاذ محمد حسن الأمين قالت إن خياراتهم مفتوحة. نعم، ونحن كذلك أيضا نرد على كل موقف بما يوازيه من الجانب القانوني والدستوري والعسكري، إن كان قتالا كما نفعل الآن الحركات المسلحة، سيمتد القتال إلى كل الذي يحمل السلاح. هل بإمكانكم أن تقاتلون قيادة كبيرة لطائفة الأنصار؟ إذا من ضمن خيارات هي الذين يحملون السلاح الآن، تواجههم الدولة، تواجههم القوات المسلحة، تواجههم بي 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 بما تملك، لأنه أنت يعني نحن حريصين على أمن الوطن وعلى سلامته وعلى سلامة المواطنين، وبالتالي كل الخيار الآخر، العمل اللي عمل في الشارع مخالف للقانون، مخالف للدستور، أيضا لديه من يعني إجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ بنفس القدر الذي كل يفتح خياراته. أيضا الرد مفتوح، سترد تكون بقدر الحركة نحو بما يضبط، ولا ندعي في ذلك أننا سنتخطى القانون أو الدستور، أو إنما سنمشي وفقا كل الإجراءات القانونية الدستورية التي تتيح لنا الوقوف. أما إذا كان عملا سلميا، عملا بما يعني ديمقراطيا في الإطار الذي يسمح به الدستور والقانون، فذلك مسموح. طيب أستاذة سارة، حزب الأمة كان يتحدث عن التعويضات، الإمام الصادق المهدي يتحدث عن أنه الجزء اليسير، بعض المراقبين يفسروا علو وارتفاع صوت حزب الأمة ربما أيضا محاولة يعني للضغط على الحكومة في جانب التعويضات. بصراحة بالنسبة لنا نحن التعويضات زي ما قال حبيب الإمام، ما بالنسبة لنا ما بتعني حاجة. نعم هي قضية، ما ده حقك. لما زول لما بيجت في يده السلطة أخذ حقك. يعني ما هي التعويضات شنو؟ شالوا مننا نحن حاجات أساسية، حاجاتنا نحن شالوها وقدرت في زمن ذاك بمبلغ محدد، والمفروض ترجع للحزب بعد نداء السودان، بنداء الوطن. كان مفروض ترجع للحزب، حصلت المماطلة كالعادة، وبالتالي هي مضربة ومحسوبة. أنا بالنسبة لي ما عارفاها، يعني لأنه ما بيهمني كثير الموضوع. مثل الأمين العام لحزب الأمة كيف الأهمي؟ معلش. بالتالي الناس الحكومة مطالبين دي قروش حقتنا نحن عندهم. قروش حقتكم؟ قروش حقتنا نحن، حقت حزب الأمة، ممتلكات وأموال أخذت من حزب الأمة في الانقلاب يوم 30/6/89. بعد نداء الوطن في أكتوبر 2000
99 عفوا في اكتوبر 99 كان مفروض ترجع، حصلت فيها مماطلات كثيره جدا، ادونا منها فتات نزر اليسير. نعم. وبالتالي الجعل الاساسي عندهم لسه. ما في الانتخابات بتاعه 2010 كان في كلام انه يدون المبالغ حقتنا دي ويعوضوا كل الاحزاب السياسيه الحاجات اللي شالت منها، وبل قلنا انه في النظم الديمقراطيه المستقيمه والستدي يعني مستقره في دولها، انه الحكومات بتدعم الاحزاب السياسيه تجنبا للفساد، وبالتالي طالبنا انه يرجعوا لنا حق بصراحه. نعم. عمليه التعويضات تحديدا ابريل، انتخابات ابريل 2010 لم تكن بتلك الشفافيه، يعني هنالك يعني الساحه تدرك تماما ان حزب الامه استلم اموال من الحكومه او من الحزب الحاكم. وما هي الانتخابات جزء لم تكن بالشفافيه. لا ما في حتى انت لمعلوماتك. اذا سالتك كم استلمتم؟ لمعلوماتك كم استلمتم عشان اوريك؟ لا لا في شفافيه. لا في شفافيه، بس الشفافيه في الوقت ده كان معروف تماما انه ادونا كم، معروف تماما. وعندنا بيان هسه قبل كم يوم كان منشور في الاسفيريات. نعم. نعم. لكن للاسف الشديد انا ما يعني للاسف الشديد ليس لديك ارغام، مش لي ما لي ما لي مش لانه ما بالنسبه لي ما كانت بتعني حاجه. لا يعني قضيه مركزيه كيف لا تعني؟ معلش معلش الكلام ده موجود وموثق. عم عمر الله يرحمه. لكن عندنا ورقنا وقاعد وهم يعلموا تماما الكلام ده وتوثيقاته بكده، فيه اخواننا المحامين اللي كانوا طرف في المساله دي كلها في حصرها وكده. دي ما قضيتنا هسه عليك، الله ما تودينا في قضيه انصرافيه. لا لا انصرافيه تماما والله. خليني بس اديه فرصه يعلق. طيب ونمضي التعويضات. منهج التعويضات ده ما اول مره. تعويضات حتى والسيد الصادق المهدي رئيس للوزراء في الفتره تعويضات الفتره الحزبيه سنه 86 89 ايضا استخرجوا لانفسهم وهم حكام تعويضات وصرفوها على ما كان زي 6 مليون في ذلك الوقت، اللي هي كانت مبلغ ضخم جدا، وحتى عوضوا زملائهم واصدقائهم من الحزب الشيوعي برضه 600 الف وهكذا. فهي ده منهج يعني دائما هم بيتكلموا عن مساله المال ومساله التعويضات. وطبعا نحن نحترم الاسر التاريخية حقيقه منذ ذهاب الانجليز، يعني اصبح عندهم ثروات واصبح عندهم هذه الامكانات. نحن لا نتحدث عن جذور كان ما تريد ان ولكن تربط مصدر الثروه بالبريطاني. لا انا بصراحه افهم زي ما هي. انا اتحدث انه منذ ذلك العهد بقت مساله التعويضات دي جايه في دم حزب الامه. اذا حاكم عايز تعويضات، اذا رجع عايز تعويضات، والمال ده هو مال الشعب السوداني كمال الشعب السوداني وليس مال. وعلى الرغم من ذلك الناس استرضاء ومحاوله في ضمهم للصف، الناس بيدفعوا ودفعوا المليارات. الحكومة دفعت ما دفعت يعني له ولقوة سياسية أخرى. وبالتالي أنا بفتكر أن المنهج ده يعني حقه لو هم يعني صادقين يعني ويدعوا إنهم هم ما فاسدين وهم أنظف وهم أنقى، كل ما استلموا حاجة يعلنوها. نعم. يقولوا السيد الصادق لماذا لا استلم كذا تدفعوا ليه أنتم ما بتعلنوا كحكومه يعني اذا الناس اضطروا سيكون ذلك. ولكن نحن نراعي انت ما ممكن يعني من باب اللياقه انت ما ممكن تدي زول وبعد ما ينزل يقول يا اخي انا اديتك كذا ما بتبقى كذا. خلي هو يعلنها. طيب قضيه اخرى المعارضه ما بيجي يوم الحساب. استاذ محمد حسن الحكومه المعارضه رفعت شعار ارحل وشعار انا مقاطع، قال سننظم استفتاء انتخابات موازيه الانتخابات التي سترحل المعارضه ام سيرحل؟ تطالب برحيل الحكومه. نعم. اول شيء المعارضه اين هي التي تتحدث عنها؟ نحن بحمد الله تعالى الان الشعب السوداني الان صحيح قد يكون هنالك فيه ململه من الظروف الاقتصاديه من بعض، ولكن نحن مقاييسنا انظر الى الاخ رئيس الجمهوريه حيثما ذهب يستقبله الالاف عشرات الالاف. نعم. انظر الى المؤتمر الوطني في مؤتمراته التي انعقدت وأنا شاهد عليها. نحن مشينا لينيالا، مشينا كثير من مواقع السودان المختلفة حتى التي كانت في السابق هي يعني أساس ومراكز
وقعت لحزب الأمة أو لغيره دوائر مفولة كلها الآن انفتحت بحمد الله تعالى. الحديث الآن قيادات المعارضة موجودة وصوتها عالي، كل هذا صحيح، ولكن ليس لديها قواعد حتى نقول نخرج ونرحل ونطيح وثورة المدعوم والشارع. أين ليس لديهم ما أن يؤسس، ولذلك يعني لهم أن يتحدثوا ولهم أن يحلموا. الحلم جائز لكل إنسان، مجرد حديث مجرد أحلام طبعاً. في التدبرة بتاعت التعويضات دي، الأخ محمد الأمين تكلم عن التعويضات بتاعت الديمقراطية. محمد حسن، نعم، محمد حسن أمين، عفواً، اسمي الأصل عليه، ما في مشكلة والله، يديك العافية إن شاء الله. التعويضات في الفترة الديمقراطية، نعم طبعاً، يعني ما حتكلم عن أنه الميري قدر شنو صادر من دائرة المهدي وحقوق الأنصار، الرموز بتاعت الأنصار أو أعزى أنها جاءت من الاستعمار. إيه معلش، خلي الاستعمار ده اللي قدام نتحاسب فيها. نعم. لكن لما جاءت التعويضات، في أفراد من أسرة المهدي وفي أفراد من باقي الشعب السوداني صادروا منه نوالا من أيام نميري، طالبوا بتعويضات، ودي حكومة ديمقراطية كانت ديمقراطية منتخبة، وبالتالي لازم أن تستجيب وتسمع كلام المواطنين. تحول الكلام ده للبرلمان وقالوا انه يدوا الناس تعويضات، بدوا يدوا في الناس تعويضات. لما سيد صادق عرف انه الكلام ده مش حولوا تاني للسيد رئيس وزير الماليه بشير عمر عشان الموضوع يمشي لقدام، وبعد ذاك نطوا الجماعه عملوا انقلاب. بشير عمر زول وصادق المهدي لنفسه، ما عملت. انا لا اريد نعود الى التعويضات. طيب نرجع للمساله بتاعت احنا انتخابات. اين المعارضه؟ قال المتواطن اينما ذهب حتى في دوائركم المغلقه والمقفوله يجد ترحيب و كده. هم نعم. لو دارين يسووا الكلام ده يبطلوا هم طبعا هسه بالتغريضات الدستورية دي مسكوا الناس الأمن كل الحاجات، وبالتالي الأمن بيقى هو الشرطة والقضاء والكل مسؤول مما كله. أين هي المعارضة؟ طيب أنا وريك كده أقف نوريك بالراحة بالله. هو لو داير صحيح يلقى في معارضة اللي يرفعوا كل الحاجات دي، الغيوط القيود الحريات والهيمنة بتاع الجهاز الأمن، مش الأجهزة القانونية الأصلية، كان شرطة ولا كان قوات مسلحة ولا كان وبعد ذاك يشوف الشعب السوداني مين. لكن مع ذلك قول لي بس صبروا لنا يوم نحن نمرك اللي يصبرهم. الليلة سمعت مبارح بالحماداب، نعم الحماداب ده المواطنين حقين حتة دي الناس، مؤتمر وطني قضايا أراضي وقضايا معية حقتنا، يا دي الناسنا مؤتمر وطني إن شاء الله يعني ننصفهم كلهم، يجيبوا له الناس الأمن والناس، ما دي إجراءات عادية. 15 نفر المضروبين الراقين في المستشفى إجراءات عادية، مطالبات ممكن تكون ماتت دي حزب يومة، دي يعني أشياء مطلبية معروفة لأراضي ما عندها علاقة بالسياسة، ما تتبنوا القضايا. يوم الشارع هو صار أين المعارضة؟ المعارضة موجودة، رفعت الشعار ستعارض الانتخابات، لن تكتفوا بالمقاطعة، ستنظم انتخابات موازية، ستفتح الدور الحزبية. الدور الحزبية مفتوحة ما تقفلت. لا لا، يعني إجراء انتخابات موازية. هم هسي بفضل الحريات الموجودة متاحة، الدور موجودة. الدور موجودة. والنشاط موجود داخله. ما طلعت هسي ولا مس زولك بتاع الأمن طلع فينا جواب قال ناس حزب الأمة حنقفلون وحنسوي لهم وحنسوي لهم. المهم إنه ده ما موضوعنا نحن ناس الأمن. انتخابات. ناس انتخابات. إحنا في الانتخابات. انتخابات طبعاً. كده بالله عليك النبي لو هم بيحترموا الشعب السوداني ده وعقلته ممكن يقولوا إنه نحن 70% من الدوائر حقت المؤتمر الوطني وتبرعنا لباقي الأحزاب، ده كلام ممكن يكون كلام ديمقراطي؟ دي ممكن تكون انتخابات؟ دي مع نتيجة جاهزة؟ ده كلام واحد. اثنين، القانون والمفوضية بيتعاملوا حتى مع ناسه. إذا كان فضل الشيوب شعيب قال داير يترشح، ناس حزبه رفضوا لأنه الإجراءات حقته كانت ما سليمة، بالتالي الإجراءات بتاعت الانتخابات دي كلها إجراءات ما سليمة، وانتخابات مضروبة غير موثوق فيها ولا موثوق في الأجهزة اللي بتعملها. في 2010 ما احنا قلنا حندخل الانتخابات وبدينا نعمل في إجراءات وقانون انتخابات ذاته، احنا قدمنا مسودة، احنا والإجماع الوطني قدمنا مسودة، نعم في 70% 80% منها دخل في القانون بتاع 2008، لكن بعد ذلك جاءت الممارسات للمفوضية ولا تطبيق القانون ذاته.
تطبيق القانون ذاته اللي هم سووه بيدهم ما طبعوا ولا 10% من. نعم بالتالي احنا خلينا الانتخابات لانها مزوره. اذا كانت 2010 اللي هو الظرف كان احسن من هسه. نعم هسه بقى مؤتمر وطني اعلنوا النتيجه هم 70% عندهم و30% الباقي. اول احنا ناس المؤتمر الشعبي اتدخلوا معاهم في حوار مقاطعين الانتخابات لعزم نزاهته وعدم ما قالوا عدم نزاهته قال لموقفهم السياسي. انا اتكلم عن انه الاول شيء الحديث عن مخالفات نحن النتيجه التي جاءت كانت نتيجه صحيحه في الانتخابات التي مضت 2010 وقاطع من قاطع لانه السودانيين معروفين انه بقاطع ده بيمشي ناس بيجوا بيصوتوا برضه ما يعني مقاطعه حزب الشعب الديمقراطي زمان لما كان انفصل وقاطع يعني ندم على المقاطعه لم تؤثر فالناس بيمشوا. وبعدين بالمناسبه التعبير في الانتخابات في السودان ما تعبير سياسي 100% تعبير اجتماعي تعبير قبلي تعبير جهوي تعبير بعدة يعني أشياء نعلمها جميعا. وبالتالي المسألة ما حزبي حتى يمكن نحن دخلنا نظام القائمة عشان يكون في تعبير سياسي حقيقي عشان تدي الحزب وفكره 50% ال50% الجديدة دي. وبالتالي نحن لما الآن أخلينا بعض الدوائر لأنه نحن واثقين من عضويتنا. عضويتنا معروفة محددة عندنا 8 مليون عضو مسجل اجتمعنا بهم في كل أرجاء السودان. نعم اجتمعنا في كل أرجاء السودان وأعلنت وطفنا كل أرجاء السودان ودي حاجة معروفة. طيب نحن عايزين مشاركة في الرأي مشاركة في حتى لا يدعي البعض انه نحن عايزين نحتكر السلطة وما دايرين. فتم يعني انه في بعض الدوائر بالرغم اننا ضامنين او مضمونة بيننا تم يعني إخلاء بحيث انه تجي يعني قوى سياسية في ذات لدي يعني سؤال مباشر وده ما معناه في ولاية الجزيرة اسمح الحسن الأمين تزعى من السياسيين المعروفين منضمين حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل قالوا وجدوا أسماءهم كمرشحين ولم يعرفوا من ذلك مسبقا ولم يوافقوا على هذا الاشتراك وقدموا مذكرة لمفوضية الانتخابات. كيف تفسر مثل هذا الإجراء؟ يعني أنا إذا كرمت يعني أنا الآن ضميت برضو بعض الناس قيادات الفن قيادات المسرح يعني أنا في شخصيات أنت بتضمها ما بالضرورة يجي الشخص ويلتزم ويقسم لك إنه مؤتمر وطني. نحن بنفتكر إنه المشاركة في الجهاز التشريعي المشاركة في مجلس أهل السودان اللي هو حيكون كمجلس وطني أو كهيئة تشريعية يعني تفتح للجميع يجب أن تكون لك أصوات تمثل لم يكن مشاورتهم ما بالضرورة يعني أنا إذا انسحبوا فلينسحبوا حتى بدون موافقة شخص يعني بالإمكان أن ترشح يعني معليش هذه خطأ أنا لو كنت أنا المسؤول لفعلت لكن ما بالضرورة يعني إن كان في أخطاء هنا وهناك لا تحاسب بها القضية كلها وإحنا حقيقة بثقتهم في الناس فإنهم يمكن أن يشاركوا حتى لو لم يكن ملتزما يعني يمكن أن يشارك في العمل الوطني والعمل العام يعني ليس بالضرورة أن أقف وأقول حتى ما في شخص حيطالبه إنه في داخل المؤتمر الوطني يتحدث لأنه عندنا شرط الآن في القانون إنه لا بد أن يكون لك انتماء سياسي محددا عندما تقدم البطاقة الجغرافية أو تقول مستقل يعني فلذلك المؤتمر الوطني حب أن يخلد بعض الدوائر ويدخل بعض الشخصيات وربما أخطأوا في إنهم لم يعني لم يخطروا ليه أيضا سؤال دي مسألة ما البعض يعتبر هذه الانتخابات مباراة من طرف واحد سيكتسحها المؤتمر الوطني و يعني المجتمع الدولي رفض تمويله المجتمع الدولي رفض مراقبته الشعب السوداني نعم. وقف كله او وقف معظمه مع المؤتمر الوطني ذنب المؤتمر الوطني شنو اذا كان الان هذا التوجه مقبول وهذا الرئيس يعني لديه الشعبيه ولديه القابليه في كثير من او في معظم اهل السودان يبقى انت يعني انت تلام على ذلك ام ان يعني نحن حقيقه بنعتبر انه صحيح انه نحن استمدينا هذا من طرحنا السابق من بقائنا لفتره في الحكم من 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 من, من فكر الناس من العمل من الانجازات التي تمت خلال هذه المرحله التي لم يشهد زاد شعبيتكم يعني بقت عندنا شعبيه موجوده فيبقى بالتالي اذا الناس يعني استمروا وكثير من القوى السياسية الآن إذا في أي منطقة حصل فيها يعني وقوف مع حزب بنسبة 90% هل تعتبر هذه غير ديمقراطية؟ هذا طبعا أخي محمد يعني قال لك حزبهم لديه إنجازات توسع تأكل شعبيتكم صحيح إنجازاته إعلاء صوت الـ 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 الوحدانية والفردانية والفرعونية وصحيح دمروا البلد اقتصاديا الفردانيه ما نتكلم عنها لانها عندها سياسيا حقتكم لا الفردانيه حقتكم لا
ده خلينا حقتنا دي اجتماعية. نعم. دمروا كل المشاريع الاقتصادية حقت البلد. كان المشاريع رغم ومع ذلك هو بيفتكر. نعم. وين الشعبية قاعدة؟ بترول وذهب وجسور وطرق ومن هنا تمشي بالبصة الآن بتمشي للفاشل. البترول ده وين بتمشي من هنا لمصر لحلفة لحلفة. المواطن السوداني ما وصلوا الكلام ده كله ماشي لكم انتو المواطن السوداني. الطريق ده ماشي لنا نحن. الطريق ده الطريق كلها مخشوشة ما معمولة بالمواطن. خافوا الله خافوا الله المواصفات دي شركات دي شركات خافوا الله في الشعب شركات دي تكون حقت ناس حزب الأمة بس شركات حزب الأمة دعونا يعني دعونا نقف نقف والله مساكين في فاصل عزيزي المشاهد فاصل ونواصل برنامج الميدان شاهد نعود إلى وسط الميدان بعد استراحة قصيرة وسؤال للأستاذة سارة نقض الله لم تنحازوا إلى الشارع في وقت كان الشارع أحوج إلى انحيازكم موقفكم مظاهرات سبتمبر 2013 أغلقتم مسجد الإمام عبد الرحمن لم يخرج الإمام الصادق المهدي يناصر تلك اتهامات المعارضة للمعارضة كيف تفسر الموقف ده؟ طبعا ما صح أولا مظاهرات سبتمبر نعم هي قامت بدون تنسيق بدون تنسيق لكن كنا مشاركين فيها مشاركة أساسية بقياداتنا من الصف الأول ما إلا ينزل سيد الصادق لكن كل قياداتنا كل قياداتنا كانت مشاركة في كل المظاهرات وهي هبة سبتمبر كانت محتاجة لمزيد من الترتيب رغم أنه ربنا يرحم ربنا يكبر شهاداتهم دي فيهم واحدين ماتوا أي ماتوا يعني أيوة. لكن فيهم أعداد مغدرة جدا من ولادات الأنصار لكن كقيادة أنتم نعم نعم أنا كنت شاهد نعم الإمام الصادق المهدي في مسجد السيد عبد الرحمن عندما يعني حاول أن يخرج ما لا لا صحيح ما حمزون لكن لم يخرج لم يخرج ولم يعيد الخروج في اليوم ذاك ذاته إحنا وكل القيادات الموجودة كيف يتأخر الغايد كيف يتأخر الغايد في لحظة مفصلية كهذه لا كيف يعني في لا حول ولا قوة إلا من العلي العظيم سؤال مشروع أبدا ما تأخر لأنه هي المسألة ما مرتبة ما هي لو أصلا مرتبة يعني مثلا زي انتفاضة أكتوبر وكانت مرتبة الناس عندهم فيها عشان كده فيها خطاب وفيها كده الناس مرقوا سي صادق كان مقدم الصفوف لكن لأنها دي زي ما قلت لك ما كانت مرتبة وإحنا بنرتب في حالنا لكن مشاركين فيها جامع الإمام عبد الرحمن هو شرارة أساسية فيه سبعة جمع كانت فيها مظاهرات قوية جدا سبعة جمع متتالية كيف يرى الأستاذ محمد حسن أول هذه ليست المرة الأولى التي يعني إحنا في شعبان 1973 أيضا ذهبنا وذهبت قيادة الطلاب للسيد صادق المهدي ولم يشارك في شعبان تخاذل أيضا لم يشارك يعني أنت ما الكلمة دي أنا أحترم السيد الصادق المهدي في شعبان نحن شعبان شقتنا نحن دي أهلا نحن قمنا فيها أنا قدمت فيها ثلاثة ندوات نحن شعبان دي حق الحركة الإسلامية قامت ولم يشارك عندما سخنت عندما ما فيها ثلاثة أنفار حق ما في ما شارك فيها ما شارك فيها ما شارك فيها كذلك أنا الآن بعتقد إنه نحن ربنا سبحانه وتعالى أن يرحم كل أبنائنا من أبناء السودان جميعا يعني ونحن بنفتكر إنه من الأفراد ومن قوات الشرطة ومن أي شخص نحن أي روح سودانية غالية علينا جدا ومن الذين غرر بهم في 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 عمليات حقيقة يعني يتوارى الناس الكبار ويخرج هؤلاء لكي يموتوا في الشارع نحن يعني حقيقة بنتكلم عن إنه ليست بهذه الطريقة يعني أنا لما يعني كنت نائب والي في حلفة سنة 9 وسنة 90 اتبع حقيقة بالإخوة اللي في معتقلين طبعا بداية الثورة ومسألة قلت لهم يا جماعة المسألة دي ما بتسقط من حلفة ولا من مجموعتكم دي يعني فورا وكان الوقت ذاك اللي عندنا صلاحيات وساعة جميع المعتقلين يذهبوا لانه يعني ما ممكن صدق المعتقلات معليش انا بتكلم عن تجربه بتكلم عن تجربه معينه نائب والي في حلفه بالمناسبه من 89 ل 91 دي انا العشر سنوات الاولى العجاب عشان العجاب انا بتكلم عن انه الحركه التي تمت في سبتمبر حركه معزوله حركه ما عندها اساس قامت بها مجموعات يعني اجتمعت بليل
وحاولت أن تتحرك، ونحن نحمد لأنه القوى السياسية إنها هي منجرد عشان تجر البلاد لما عليه الوضع الآن في كثير من الدول التي من حولنا. ونحن بنعرف إنه خايفين على إنه ناس أبرياء يقتلوا بدون ما يصلوا لغايات ولهدف. طيب قلتي أنتم شاركتم، نعم، ثم الآن تقول خفتم. لا كيف يتم التوفيق بين الحديثين أستاذ؟ صح الله العظيم. يعني أنا أتكلم والله شاركتم وخفتم احنا مش كده، ما هي اصلا انا ما مرتبه وبالتالي لو كانت حاجه مرتبه منظمه كان ممكن تمشي لغاياتها، لكن لما وليداتك مرقوا تدس انت منهم؟ سؤال لكم انتم، ما احنا مرقنا. الامام الصادق لم يخرج يا جماعه، بس ليه بس الامام الصادق؟ ليه الامام الصادق؟ ما هي بس هي في حكايه لم يكن القياده رحم الله رحمه الله نجود الذي كتب ورقه خرجنا الجزيره خرجنا ولم نجدكم في واحد من المظاهرات، لكن دي مظاهرات كانت في واحد من المظاهرات كان مظاهرات مرقنا نحن كده اللي يقول ثاني واحد قيادي سياسي يقول كان في المظاهرات دي موجود اللي يقول، لكن نحن في حزب الامه والكلام ده مصور قاعد وناس امنهم صوروا وعارف اليوم منهم من القياده. أنا أسألك سؤال يعني داخل أسوار حزب الأمة، أستاذة سارة نلت منصب الأمين العام في زوج السنائية، يصفه البعض انقلاب، مثل ما تقولين انقلاب عدلات الدستورية كانت انقلاب، هناك أمين عام انتخب الدكتور إبراهيم الأمين يعني لظروف ما تم الانقلاب عليه وقبلت بهذا المنصب رغم حساسية الأوضاع. ابدا ما انقلاب، هو حزب الامه ما في انقلابات، حزب الامه كان يسوي انقلابات كان انقلابات عشان يمسك البلد دي من الخمج. ما ماسك دول واحد طوالي ينقلبوا ليه؟ ما محتاج دول واحد طول الخمج. كيف تفسر؟ طيب. نعم الحاصل الاتي، حزب الامه حزب بتاع مؤسسات، نعم، وفيه اجهزه، الهيئه المركزيه هي صاحبه السلطه الثانيه بعد المؤتمر العام، وهي اللي بتنتخب الامين العام للحزب. انتخبت اخونا الدكتور الامين في 2012، واخونا ابراهيم الامين في فتره سنتين حصلت عقبات كثيره، عقبات بسميها عقبات كثيره، وبالتالي الحزب قرر انه يعمل انعقاد للهيئه المركزيه اللي هي الهيئه المركزيه ذاتها اجابت ابراهيم الامين، وفي طرح تقرير من المكتب السياسي، تقرير من الامانه العامه، والهيئة المركزية بتغيم أداء الأجهزة حقتها، كان الجهاز التنفيذي حقها ولا الجهاز السياسي حقها، وعلى ضوءها بتتخذ الإجراءات اللازمة. أخونا إبراهيم للأسف الشديد للأسف الشديد وموقف ما بيشبهه، ما حضر الاجتماع بتاع الهيئة المركزية لأنه اللحظة وقدم شكوى إلى مجلس الأحزاب. معليش أمين الشعبي، ما هي الهيئة المركزية جابتك يعني أمين شريعة علي وين؟ فما حضر الاجتماع بتاع الهيئة المركزية، كان بيبقى أقيم لو جاء وطرح الخطاب حقه في الهيئة المركزية وقال إنه في عقبات ما خلتني أنا أؤدي البرنامج الذي طرحه. لم يدافع عن نفسه يعني لو جاء قدام الهيئة المركزية اللي انتخبته كان بيبقى أفضل، أكرم له وأكرم للممارسة بتاعته كقائد سياسي. في غياب الحبيب إبراهيم الأمين الهيئة المركزية صاحبة السلطة هي اللي قررت إنه بعدم حضور إبراهيم الأمين سحبت الثقة منه، هي اللي أدت الثقة وتم انتخاب، هي اللي أدت الثقة. نعم وانتخاب في ثلاثة من الأحباب رشحوهم اللي هم دكتور محمد آدم عبد الكريم رئيس الحزب في ولاية شمال دارفور، والحبيب اللهم صل على سيدنا محمد دكتور طاهر حربي عضو مكتب سياسي ومن الزراعيين المشهورين جدا وشخصي، ولما انطرح الكلام الأحباب الاثنين ديل انسحبوا خصوصي بالتسكية. نعم لكن دي الهيئة المركزية صاحبة القرار. أنا حقيقة دشعني داخلي وأنا أحترم خيارات حزب الأمة جدا، لكن أنا بس عايز أشير لأنه حزب الأمة ليس بناء ديمقراطي حتى يصل إلى قرار ديمقراطي. نحن في حزبنا يعني أن تصل كيفية الوصول دعي أسمع قليلا. نعم ما في مشكلة، يعني عشان تصل أنت لموقع انت بتصعد من الاجهزه القائيه الى المناطق ثم الى المحليات ثم الى الولايه ثم تاتي على القمه. حزب الامه عنده قائد ملهم، عنده امام هو الذي يشير والناس يتبعوا بعضهم يتبع هذه الاشارات، وبالتالي الديمقراطيه الكلام عن الديمقراطيه ده كله كلام يعني للاستهلاك العام، لكن
الديمقراطية الممارسة الديمقراطية داخل حزب الأمة غير موجودة بطول، لأن التكوينات نفسها هي تكوينات كل زول يعمل لغايمة يقول هذا هو المكتب السياسي وهذه هي الهيئة يعني ما رأيك أنت. لكن الحزب الأول في السودان في 26 فبراير 1945 وبالمناسبة دي إحنا هسه بعد شوية حنتم 70 سنة كحزب، أول حزب عمل مؤسسات من القواعد تحت هو حزب أمة في سنة 45. أنا موجودة اللي جاندي، موجودة اللي جاندي، لكن قدر يشوف رغبتكم. تشوف رغبتكم، أنا دارك تشوف رغبتك. أستاذ محمد حسن الأمين، أنت كنت في المؤتمر الشعبي، جئت إلى المؤتمر الوطني، تم تلميعك سياسيا، كنت نائب رئيس المجلس الوطني، الآن خرجت من كل المؤسسات. يعني البعض يعتقد انه تم استغلالك استغلال سياسي من داخل الحزب. لا يعني احنا اول شيء المنصب عندنا ليس هو غايه، ما هو وسيله للمشروع الذي لا تتحدثين عنه، وسيله للغايات التي اجتمعنا عليها وللاهداف التي جمعتنا نحن مما كنا اخوان مسلمين بنجري في غابات الخلاب وبنجري الان ولحتى الان في موقفنا. صحيح قد تتغير المسميات لكن نحن نهجنا واحد، فكرنا ثابت ماشيين عليه. صحيح يعني قد يحدث تفلتات هنا وهناك، قد يحدث اختلاف كما حدث سنة 99 بالنسبة لي، لو أنا انحست في ذلك الوقت بتقدير وجئت بتقدير. المخرج ينبهنا ولكن البعض يعتقد أن حزب الأمة مشارك بشكل أو بآخر في الحكومة الحالية. وجود عبد الرحمن أعوذ بالله صادق المهدي في منصب مساعد الرئيس. سؤال للأستاذ محمد حسن، هل هذه مشاركة؟ أنا أعتقد أنه يعني السيد عبد الرحمن هو شخصية يعني من الشخصيات المعدة إعدادا لقيادة مستقبلا. وهذه مرحلة تأهيلية وتدريبية لكن في نظام الإنغاز لكي يقود مستقبل. هو شخصية حقيقة عندها وزنها داخل كيان الأنصار، يعني هو في هو المسألة بجيبها من هو لو ما كان ود السيد الصادق المهدي، والصادق المهدي لو ما كان ود السيد الصديق، والسيد الصديق ود السيد عبد الرحمن، والسيد عبد الرحمن ده الإمام المهدي. يعني هو سليل الأسرة، سليل الأسرة. ونحن أولا يا أخي من أول يوم دخل فيها عبد الرحمن، عبد الرحمن قال إنه هو جاء عبد الرحمن بيمثل شخصه. نعم. حزب الأمة طلع بيان إنه عبد الرحمن الصادق المهدي بيمثل شخصه لا يمثل حزب الأمة. الإمام الصادق المهدي طلع تصريح إنه عبد الرحمن يمثل نفسه. بالتالي من حريته الحرية الشخصية لعبد الرحمن تخليه يفعل ما يشاء، وبالتالي عبد الرحمن مشى للموقع ده رغبته الشخصية بمحض إرادته تماما. طيب أستاذ سار، عندما ذهب أيضا إلى ذات المنصب الأستاذ السيد مبارك الفاضل المهدي، تم انتقاده انتقاد شديد على كل المستويات. لم تنتقدوا عبد الرحمن وانتقدته مبارك رغم المنصب ذات عبد الرحمن مشى كفرت براه وبرقبته. نعم. مبارك عمل له لغوصة، شال له خمشة كده من ناسنا ساكين والله هسي. لما مشى دخلهم بغادي، لما جاء مارك مرق براو طبعا مرق براو. الجماعه ما مرقوا معه. طيب. هسه الجماعه ضاقوا السلطه النهب والسلب وقعدوا قبلهم طيب. جوا ضاقوا طعم السلطه الكاسين لا انتم ما لاقينا الكاسين لا بالتعويضات صناديق الاقتراع دايرين التعويضات ثاني وما في انتخابات حقيقيه. نحن بنجي بانتخابات حقيقيه ما مزوج الشعب السوداني جربكم ولا عوده الى الوراء. احنا بانتخابات حقيقيه غير مزوره. الشعب السوداني جرب حزب الأمة، بس انتخابات تعالوا كان بتقدروا جرب حزب الامه ولا عوده الى الوراء. جايين شهود عليه انتخابات تجوا ثاني. معليش نحن نتمنى تجي قوه جديده، يجوا ناس يتعاملوا معهم. حزب الامه لا عوده الى الوراء. كانت تلك اخر المؤتمر الوطني عبارات ما في لك الميدان الشرقي والله انتهاء. شفت يوم تفوتوا باسمكم ولد القوم يحزن عليكم. نحن ان شاء الله باقين في هذه الارض ما بقيت يعني كل هذا الشعب يعني. بس يا هون ربكم الاعلى انا مش قبل قلت لك فرعونيه ابدا فرعونيه والله تلحقوا فرعون. قياده تستلهم يعني البحر الله سبحانه وتعالى وتستلهم المؤمنين من هذا الشعب. البحر اللي بيشيلكم بيجيكم البحر اللي بيشيلكم بيجيكم. هذه ربما عبارة لا تكون مناسبة، ولكن دعونا نختم بها هذا البرنامج. وباسمكم جميعا أشكر الأستاذ محمد الحسن الأمين.